بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في هذه الليلة العظيمة عند الله، اللي هي يوم ليلة العيد. في هذه الليلة العظيمة عند الله اللي تنشوف فيها البخور، تنشوف فيها الطلبة، وتنشوف فيها الذكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة اللي هي الليالي المقدسة عندنا الحمد لله في الدين ديالنا، عيد ميلود. تنطلب الله باش يطلق سراح المساجين اللي تيتسناو مع عائلاتهم وليداتهم، يشافي الله المرضى اللي في المستشفيات واللي في الديور، ونجح وليداتنا وغيتنا الله بالشتاء، واعطي صحيحة لملكنا. يا ربي امين في هذه الليلة هذه، يا ربي امين. ونبداو الحلقة ديالنا. هذه الحلقة فيها جوج قضايا. وليش اخترتها في هذه الليلة العيد؟ اخترتها في هذه الليلة العيد لانه فيها واحد الأهمية كبيرة، واحد هضرة كبيرة 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 مهمة. سمعوني مزيان، حاجة عشتها أنا، عشتها في حياتي. لما دخلنا المدرسة، ودخلت المدرسة أنا في الستينات، 62 أو 63، ودخلت بالخميس. وتخيل، تفكر أنا في 63 ولا الله أعلم 63 ولا 64 بحال هكا، ما رجعتش راسي. ولكن رجعت راسي غير في الصورة. هنا رجعت لكم واحد النهار الصورة ديالي في القسم الأول، حد الصورة ديالي مع الأستاذ ديال جبلي، واحد أخ عزيز لما تلقاني في الشارع وقال لي عبد القادر عندك الصورة ديال التحضيري؟ لي أولا تكون عندي الصورة التحضيري؟ التحضيري أنا كانت في مدرسة الضحايا، واحد مدرسة سميتها الضحايا، دابا عطاوها اسم آخر. قال لي ما عرفتش بسمينا الضحايا بداك الوقت، وقال لي راه عندي ديال التحضيري، وجاب لي الصورة ديال التحضيري. وبقيت تنشوف هذوك المعلمين، عقلت عليهم السي الإدريسي والأستاذ عابود، لا معلمين ماشي أساتذة، معلم. كنت تقرب غير العربية ديك الساعة، وأنا شو راسي مصور هنايا، وبقى في راسي واحد الدري مسكين دير هنايا وصور تنشوف. كنا تقرب في المدرسة في ابتدائي، وكان واحد المعلم بقيت نعقل عليه. وذاك المعلم لما دخلنا في المدرسة، احنا داخلين بدوك السنضلة ديال الميكا وداك الشيء اللي مبسلنا والدينا، احنا أولاد فقراء، وتنشوف ذاك المعلم. وأول نهار كتكم دخلت المدرسة نهار الخميس، علاش؟ والله شاهد عليك، كنت غادي مع الوالد الله يرحمه، شادني من يدي وقال لي رقيتك في المدرسة. قلت لي بصحة بابا؟ قال لي قيتك بصحة با، ماشي بابا، ما كانش بابا ديك الساعة، كانت با. بصحة با؟ قال لي قيتك في المدرسة، راه غدخل نهار الخميس. قلت لي نهار الخميس بابا ما غنقراوش. قال لي لا، نهار الخميس في الجامع ما تتقراوش، كنا في الجامع، في الجامع ما تتقراوش الخميس والجمعة، الخميس في العشية والجمعة. وقال لي لا، المدرسة تجلس السبت والحد، ماشي الخميس. بقات لي مخي، قلت لي الخميس وغنقراو، لأن الخميس ما كناش تنقراو في الجامع، تعرفوها الناس اللي عاشوا ولا قضيت في العمر. دخلنا ودوزنا التحضيري، ودوزنا الابتدائي الأول. في الابتدائي الأول جا واحد المعلم، النهار يلا دخلنا المدرسة، وحنا بدوك الطابليات الزرقين، كان واحد الطابليات الزرقين عندهم واحد العقادي حمرين، كلشي تلبس طابليات زرقاء في ذاك الوقت. الدولة حاولت، عندنا اليوم الدولة حاولت باش المدرسة ديال المدارس يكون عندهم واحد الزي خاص، كما بعد الدول الآسيوية، كما بعد الدول الأوروبية، وكما بعد الدول في أمريكا، زي خاص. ولكن فشلنا باش نديرو زي خاص، قليل المدارس اللي دين زي خاص، وخصو يكون التلاميذ عنده زي خاص، لبسة خاصة تكون عند التلميذ، إذا ما كانتش عند الطالب في الجامعة ولا كبر، أما التلاميذ تكون والإعدادية تكون، باش تيحترموه ويعرفوا طالب محترم، تتزيدوا احترام وتنعطيه قيمة أنه تلميذ أو تلميذة. سوء الحظ، واخا حاولت الوزارة التربية الوطنية باش دير هادشي، ولكن فشلات أو ما كملاش العمل ديالها، حيت حنا ما تنتبعوش، ما عندناش تتبع. تفتقافتنا ما كاينش تتبع. كنا عندنا الطابليات الزرقين كاملين، وهابطين دوك الطابليات بحال دوك اللي ديال التشريح الطبي، هابطين تل تحت. وهذاك المعلم عاقل عليه، قال، كان بقى تيقول لنا اش تخدم باك انت؟ وقف اش تخدم باك؟ تيقول لي نجار. انت اش تخدم باك؟ قال له تيقيد. وداك الشيء أثر فينا حنايا، باقي عاقل، لأنه هذاك الكلام اللي تيقول لك الأستاذ ما كانش مزيان،
وباقين بعض الاساتذه اليوم او بعض المعلمين، هذه ما تنقول اساتذه، بعض المعلمين اللي تيقراو في الابتدائي باقين تيحطوا هاد الاسئله على الدراري، وكان تيحطوا لهم اسئله في الثانوي. ما خصهاش تكون هاد القضيه حشومه وعار باش دير تقول اش تيدير باك. هذا تيقول ليه با راه خدام في كذا مزيان، ولا مسكين با ما خدامش تيقول له خدام عامل تيخدم، ولكن ما تيبغيش ديك السؤال. انا عقلت على الاستاذ هذاك المعلم، قال لي فاش يخدم باك، قلت ليه قال لي فاش يخدم باك، قلت ليه متقاعد من كان حيت الدول كان في دوك المحاربين القدامى اللي كانوا مع فرنسا، وبدا تيتخلص داك التقاعد ديالو بسيط مسكين، ودبر له خدمه من بعد خدامها وكذا وكذا. انا قلت ليه روتريتي هكا لانتريتي لانتريتي باقي عاقل لانتريتي. قال لي لانتريتي باك ماشي خراز، قلت ليه لا. قال لي عندكم سميه خراز، قلت ليه ماشي خراز. قال لي اش ما قلت باك خراز، خفتي نعطيك صباطي نصيفطو عند باك تصاوبو، يقول صاوبو لي فابور. قلت ليه لا انا ماشي خراز. وخرجوا الدري ديك الساعه وبقى تيقشفوا عليا، هاك صاوب لي صباطي هاكا ود خراز، لان صاوبنا الصباط دي باك صباط. بقات في ديك الكلمه وما حملتش حتى ديك الكليه ديالي، ما حملناهاش ديك خراز ما حملتهاش. اللي من بعد عاد كبرت ولقيت هناك بزاف ديال الخرازين كاينين، وبزاف عائلات فاس وفي تازا وكذا، وفي في الناحيه ديالنا الخرازين اللي هما واحد القبيله ديال المولي عبد السلام الخراز تابعين لهم. عرفت بان خراز كلمه زوينه وزوينه حتى في المدن التقليديه فاس مراكش وصناع تقليديين. الخراز تيتعرف بها الواحد راه عنده عنده قيمه والصناعه التقليديه وسط كذا. ما كنتش عارف هذاك الشيء، الخراز جاتني شويه طيحه. تعرفوا الخراز وهذاك اللي في القنت مسكين عنده شي مصيمه، راه تيضرب لهم الطف طف في الدرب، والدرب بقى تيقشبوا عليه الخراز هاك صوب لي صباطي هاك. وهذاك المعلم كان تيسوى شنو تيخدم باك، تيخدم باك. وهنا تنقول للمعلمين في المغرب، ما شوف إذا بغيتي تقول شي تلميذ في الابتدائي أو في الإعدادي أش تيدير باك، هضر بينك وبينه قول له أش تيدير باك. كاين بعض المعلمين تيبغيو يقلبوا وسط القسم ديالو على الدراري اللي غيديروا دروس تقوية أو يديروا المراجعة. بزاف المعلمين تيديروا المراجعة، وهادشي ماشي ممنوع، شغلهم باش يعاون راسو ما نضام قداش ولا كذا وكذا. وكاين بعض المعلمين اللي او اساتذه عرفتهم انا تحيدوا كاع من التعليم، تحيد استقل ما بقاش في التعليم ومشى دار تيدير المراجعه. فكر مزيان، شاف راسو بان المراجعه عنده فيها ربح احسن وبغى يدير المراجعه، وكان اللي دفع الروتريت ديالو وكان اللي انقطع على الوظيفه العموميه وخدا روتريت سبيسيال ولا شي حاجه ومشى في حالته تيدير تيدير خر عطى راسو للمدارس حره، مشى للمدارس العموميه المدارس حره ومشى تيدير المراجعه مزيان تري تري بيان. وكاين كاين بعض المعلمين باقيين تيقريو مدارس عموميه وتيديروا المراجعه، معليش مزيان بغيت تعاون راسك، ولكن بعض المعلمين تيبقى يقلب وسط القسم ديالو التلاميذ اللي غيمشي يدير ليه المراجعه. وهنا تيبقى يقلبوا يبقى يشوف دري اش تيدير باك اش تيدير باك اش تيدير باك اش تيدير باك. منهم تلقى دوك اللي بوتهم شويه بخير باش تيقول له انت خصك تعاون راسك، تبقى قول باك دير لك المراجعه اللي جايين ديالك انا. وتيولي ذاك المعلم يدير التلاميذ من القسم ديالو واحد 10 ولا 12 من القسم ديال المراجعه، تعطيهم دوك الدروس على حقها اللي ما تعطيش في القسم حيت هذوك تيخلصوه. وتيبقى يبان دوك الدري هذا تيراجع، تيولي الدري يقول با با دخلني المراجعه عند الاستاذ ديالنا تيدير المراجعه دخلني. اذا الاستاذ تتفرق على جوج، استاذ القسم واستاذ ديال المراجعه. استاذ المراجعه هو الاستاذ القوي اللي تيعطي كل شيء اللي عنده، واستاذ القسم اللي تيعطي غير الشيء اللي بغى. وهذا الشيء ليس جميل. تنقول لبعض الناس ديال التعليم فهموني اش بغيت نقول، الله يعطيكم الصحه، عندك حق ديال المراجعه في دارك ولا في شي بلاصه او تمشي عند الناس لديورهم، ولكن ما ديرهاش غير دوك الناس اللي عندك في المدرسه ودوك الناس اللي عندك في القسم. راك تدير واحد الفريقه ما بين كذا وما بين هادو وما بين هادو. وتاليين ما خصش المعلم يسول الدري اش تيدير باك امام القسم كامل، اش تيدير باك انت؟ راه كاين مسكين اللي با ما خدامش تيقول ليه تيخدم فاش؟ خدام وصافي، ما بغاش ديك السؤال يتقال ليه تماما، ما بغاش يتقال ليه. سؤال هاد المعلم اللي كان عندنا سولني انا وجرحني وانا صغير. لما قلت ليه با راه لانتريتي وبدا تيقول لي علاش خفتي تقول خراز باك ما تيخلص لاطر، خفتي صوت الصباط يخرج بقاو الدراري تيضحكوا. ضحكت ولكن انا قلبي بكيت، ما بغيتش كهضره، غير سولني على با. وبقيت تنقول لما كنت نقرا في ابتدائي تنقول يا ربي ما يسولني شي معلم اش تيدير باك. وكاين بعد ما عاود نسولو انا معلمين اخرين اش تيدير باك. ومسكين اللي مباه مطلق مو
كي غادي يقول لي نعم انا با نطلق امي ما عرفتش اش تيدير، واللي باه مات غايقول لي با مات، لما يسمع 10 دراري يقول انا با قزار انا با خضار انا با نجار وانت انا با مات، وداك الدري تيتجرح الداخل. حن عليهم حسب اللبس ديالو، حسب الانداب ديالو. شوفوا مسكين، راه عندك الفقير والغني والمتوسط عندك قدامك، الا بغيتي تتعامل شي معامله كل واحد كيما غتعامل، ما خصك تتعامل معاهم سواسيه، الا بغيتي تحن على شي واحد اكثر. كان عندنا واحد الاستاذ عابد الله يرحمه، والله ما عرفت واش مات ولا لا، كان تيجي منك سيوات الحويجات تيعطي لها تريكو، ما عندوش شي نهار تيشوف شي صنداره ديما تجي من القطار تقول لك لبس هذه، تعيط عليه بوحدو في الساحه، تكون في الساحه تقول اجي تكلم، تقول دير هذيك الكرطه تمشي لداركم ولبسها، بقى تجيبها بقى تجيب هذيك القطعه. شوف على اساتذه كان ناس عن ايين. واحد الدري كان معانا، وذاك الدري كان مجتهد، والله الا كان مجتهد، وكان في الصف الاول وكان قاري مزيان، وواحد الدري مسكين فقير ولكن كان قاري كنا تنقلوا منه. وهذاك الاستاذ كان سولو حتى واحد السؤال، ذاك السؤال اللي غيبدل المصير ديال ذاك الولد، قال لي اش تيدير باك؟ الدري وقف وبقى ساكت، قال لي هذا اش تيدير باك؟ قال لي طبال. وباه كان طبال، كان مع الغياطه طبال، هذيك خدمته. وكان عندهم واحد الحانوت في واحد الساحه في كنطر ما نذكرها باش ما نجيش نحدث زيد اكثر، وكان عندهم واحد الحانوت في الغياطه والطبال، تعرف الحوانت اللي فيهم الغياطه والطبال تيجيو يديهم الناس، كان باه ديما تما، انا كنت ندوز معاه تنسلموا على باه، وكان باه طبال. قال لي باه طبال، هذيك طبال ديال باه اللي قال لي طبال، قال لي كيفاش طبال؟ قال لي تي مع الطباله هو ديما مقصر معاكم في الدار، ديما تيضرب لكم بالطبل. قال لي بقى تيضحكوا الدري خرجوا في الساحه تقول له الطباله تطبطب او بكذا، هذيك الطبال ما رضاش حتى ولا تيدابز مع الدري في الساحه تقول له الطبال تيجي تيدابز معاهم. هذاك الدري تيدابز معاهم واحد الوقت، هذاك الدري ولا خطير عندنا في القسم، ولا تيدابز ما بقاش يجي، تيجيبوا باه ولا باسل ولا في شرحات هنا وهنا. دوز معنا ذاك العام، الدري العام الاول لقينا معاه، العام الثاني ابتدائي دري اخر، العام الثالث لو خنجح في الابتدائي الثاني باش غيدوز للشهاده الابتدائيه، ولا خاطر ما بقاش يجي للمدرسه. واحد النهار دازت الايام وقرينا ومشينا للثانوي وقرينا في الثانوي، واللي مشى للجامعه مشى، واللي مشى يخدم كينا التماره دوزنا التماره الوظيف، قبل من الوظيف مشيت 18 عام للعسكر دوزنا الوظيف. ولكن فاش كنت في العسكر ديك 18 تلاقيت واحد النهار قابلنا ناس تعرفوا الطبال، تنسلم عليه بالطبال تقول لاباس بخير كذا كذا، ما انا كنيتو ما كانش طبال، مهنه با الطبال. وقلت له كيف انت يا با؟ قال لي انا تلقيته مسكين ولا في واحد الحاله وشي سيكاتريسات درسنا المهرسين وكذا. قلت له فين مشيتي فين غبرتي؟ وقال لي دخلت ندبر راسي وصافي، عاد خرجت اخي عبد القادر من الحبس على والو، جروني شي وحدين كذا ما كذا. قلت له يا صاحبي كنت قاري وكنت تقرا معنا وانت صغير وتتعرف تكتب قبل منا في الابتدائي التحضير، وكتب واحسن منا في الابتدائي الاول واحسن من الابتدائي الثاني، وكنت يا صاحبي مصري. قال لي خرج عليا مو داك المعلم اللي قال لي تخدم باك نهار، قال لي انت والطبال، وبقاو الدراري تضحكوا لي، ما بقيتش حامل من المدرسه تما، بقيت تندبس حتى واحد ما كان عارف با طبال. قال لي هذاك ولقاه دابا نقتلو انا، قال لي دوزت الحبس قال لي شي 12 مره 13 خرجت لي اخي عبد القادر ما شفت حالته كي ولات. قال لي هذاك الطبال والله الا هو سبابي، بقى تيعاود لي وكان فيه ريحه الشراب كان تيهضر معايا، اذا كان تيهضر من قلبه مسكين. قال لي هذاك المعلم هو اللي نهار اللي وقفني وقال لي اش تيدير باك؟ قلت له با طبال، وانا كذبت عليه، وبقاو لي اخرين هالطب وانت كنيتي في شكال، وردوني الدري سمي كنيتي الطبال، تيعيطوا لي وليت تندابز، بقيت تمشي للمدرسه، ما حملتش نمشي لديك المدرسه، صافي قال لي خلف عيالي كذب قتلني كاع، وليت تمشي نسمع با عن الطباله وتنخرج تندبر راسي، صافي. شوف ذاك الدري فين وصل، ولكن ذاك الدري وصل لي في حياته، انا هضرت ثانويه وانا عسكري، وتفرق ما مشيت للبوليس بعض المرات لما جيت للقنيطره خدمت في القنيطره، بعد ما خدمت في الدار البيضاء وخدمت في الرباط ودرت الصبر، جيت للقنيطره وجيت مفتيش الشرطه، وخدمت في الدائره بعد خدمت في الشرطه القضائيه، وتنحيي خي بودير اللي توا فكرني في هذا الشيء وهضر لي في هذا الموضوع، ذكرت ثانويه فيه بودير اللي هو عميد ممتاز، وخرج وخد له طريق تيقرا في الجامعه دابا، جميل الناس اللي خرجوا التقاعد تيديروا شي حاجه تعجبوني احسن من الناس اللي تيجلسوا في القهاوي وبداو يهضروا تيهضروا. واحد النهار جالس في الشرطه القضائيه عيطوا لنا قال لك سيروا وصلوا للدائره،
السلطه القضائيه مشيو للدائره، كان شي قضيه تمنا، مشينا للدائره. في الدائره لقيت كاينه واحد البنت قال غنمشيو معاها، اش عنده؟ مضروبه فيها الدم وداكشي، قالت كان دابس مع خويا ضربته بموس، ضربته بجنويه، ياك ما قتلتي ما عرفت، ما عرفت اللي بغى يوقع يوقع، انا اللي ليها ليها، انا بغيت كرفس عليا، انا كذا انا كذا. فوقاش وقع هذا الشيء هذا في الليل؟ ماشي هذا الشيء، هذا شي شي الوحده الليل ولا جوج الليل، حنا كنا في الديمومة مشينا فين مع ديك البنت شوفوها خوها اللي ضرباتو. دخلنا للدار تلقاو خوها مقتول، تلقاو مها تتغوت، انا ري على بنيتي، انا ري على بنتي، انا ري على بنتي، ما تتقولش انا ري على ولدي، على بنتي. وا سيدي راه خارج علينا، وا سيدي راه دارت تشكي بولدها اللي بيت، شكون اللي قتلو؟ قالت لك انا قتلته، انا اختو قتلته. البحث البنت دينا للدائره، من بعد دينا الشرطه القضائيه، وبقى البحث شنو لقينا. والمسطره جبتها، عندي المسطره ديال البنت وجبتها، نفس الكلام تنقول لكم. هاد بنت من واحد العائله، عائله السيد اللي هضرت لكم عليها، وداك السيد مسكين ما مات بوه، داك السيد اللي قلت لكم داك الطبال، العائله كان طبال فقير ومات فقيرا، وخلى ولاد من بعده ما عندهمش مستقبل، لا ديك البنت لا خوها اللي تنهضر لكم عليه، ولا 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 اختها وحده كبيره. هذاك هو فين وصل، فين وصل في حياته؟ ولا تيشرب لانكول في الاخر، ولا تيشرب لانكول، ولا الكوليك، امو ولا برطون في الدار، وعيا ما بقاش يقدي الدابس ولا يدير المشاكل، ولكن ولا ديما الكول تيجيب صحابو للدار، وبن امو صافي ما بقاش عايش، عايش ديك الدابسه تعاش مع بنتها، وما بقاو خلاو ليه ديك الدار، ولا ديك الدار بحال الزباله، تيجيو شي واحد يسكروا معاه تما، الباب ديما محلول. هذيك اختو تجي تطلع الفوق، عندهم واحد البيت فوق تنعس فيه بعض المرات، ناس مع اختها، اختها مجوجه وتجي تنعس تما، ولكن مسكينه هي خرجت شويه ما تدير حتى حاجه. في هذيك الليله اللي غتوقع هذيك الموت، تقول للبنت بانه كان ديما تدبز مع خرجنا السكريه بعد منها كذا طا 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 طا، لكن انت سبابي حتى ما تجوزتش، انت ما تيشوفوا حالتك، وما خطبوني حد، ما جا عندنا حد تيشوف حالك، جريتي علينا وحالك انت تدير، خليتيني انا بلا جواج، خرجتي لنا، خرجتي على الدار كامله، ما تشرب وهذا الكول وهذا وهذا. تقول في ديك الليله الكحله اللي غيوقع فيها المشكل، كنت ناعسه في ذاك البيت وحل عليها البيت، وهو عريان عزكم الله ما لابس والو، وترمى عليها وطاح فوقها، وما بقاش نزيد نحفر، وخدو دفعاتو ونات شد فيها وعريان وتبعها وعطات في الدروج تبعها، ودخلت لواحد الكوزينه هو شنق عليها في الكوزينه، الكوزينه مدت يديها لواحد الموس، وبقات تتخلع وضرباتو يدو، ومن شاف هو يدو مضروبه هجم عليها، وهي الضربه وجابت ليها دقه في القلب وهي تقتلو، مات مات. والغريب لقيت في هاد المسطره، لقيت واحد العدد ديال المحاضر ديال شهود ديال الجيران، جيران تيشهدوا تيقولوا ديك البنت تيأزروها انها بنت معقوله وطيبه وتتطبر امها وتتعاون دارهم وكذا، وتيقولوا على هذاك السيد بانه واحد السيد تيدير الضوضاء في الليل والصوابق ما خلاش ننعسوا، فعل تارك كذا كذا، اي تدافع على ديك البنت، الشهاده تيعطوا ديك البنت، الشهاده تيعطوا عليه بانه مفلس وداير وفعل وتارك وكذا وفعل وهذا وهذا. جيران تيشهدوا، الناس تيشهدوا عليه، تيشهدوا عليه بانه كان وكان 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 وكان. والبنت تقول انا دافعت على نفسي الدفاع شرعي، دفاع شرعي دافعت على نفسي، قدمت هذيك البنت للجنايات وتحكمت بواحد الحكم ما غنذكرو شيء، والله ما نذكرو، وجاب الله دوزت واحد المده ودخلت في العفو ملكي وخرجت في حالتها والحمد لله. ولكن انا جبدنا هذا الموضوع، هذا جبدنا على منين بدات العافيه، منين شعلات، شعلت في واحد المعلم، وعشت انا هاد الواقعه، معلم اللي مشى تيسول الدراري اش خدام باك، اش خدام باك، اش خدام باك، خرج على واحد الدري حيت قال لي با خدمه، خدمه اللي واحد سبعه معوجه، وبقى تيضحكوا عليه الدري كيما ضحكوا عليا حتى انا لما قلت لهم انا، قلت لي با خر با با انتريتي، قال لي لا باك خراز، انت خراز باك، وانا با ماشي خراز، قال لي لا ماشي خراز، قال لي واش خفتي نعطي الصباط يصابوا لي فابور، بقاو الدراري تيضحكوا ها خراز، قول خلاص دير انتريتي وتي ديباني هنا وهنايا وكذا وكذا وكذا. ومرضني انا بالكلمه اللي قال لي، ومرضني بداك السؤال،
وهذه نصيحة للمعلمين والأساتذة اللي تيقراو في جميع الميادين، بعدو من تدخلوا في حياة التلميذ وتسولوا على التلميذ، أمك واش مطلق باك، وباك واش مزوج، واش هذا كذا كذا، خليو لهم كل واحد هز، كل تلميذ هز فرصه مسكين مشاكل عائلية ما جبدهاش، خاص يقرا الأخبار. حتى الدري اللي قال لك ماك جا عيني فوخه، شكون ضربك باك؟ ما تدخلش، علاش؟ وعلاش ضربك باك؟ قولها لي بينك وبينه، ولا جاش باك ضربك؟ ماشي قدام التلميذ، ماك في عينك، مضروب، شكون ضربك باك؟ علاش ضربك؟ وبقى عاودك ولا باه امه ضربك كذا كذا كذا. ما تقولش التلميذ اش هاد الحاله الجيليه، اذا كان حاله ديال داك الشعر هكا ديال هكا وداك الشيء ديال خلال الحياه العلني، يقول اش هاد اللبسه لابس؟ مسكين كان لابس كسوا ما هذا، قول له بدل حالتك ولا هاد السروال عندك مخطاش بحال كي دايره، لا خليه راه بائس فقير. وتنحيي واحد العداد ديال الاساتذه، واحد العداد كما قلت لكم داك المعلم سي عابد الله يرحمه ولا الله يطول عمره، اللي كان تيجيب لنا حويجات مخبيين وتيقول لك هذه ديها للدار والبصر الدار، ما تقولش الدري شريتها لك، تيشري الحوايج الدراري، حيت كنا ما عندناش حوايج، ما كانش بحال دابا حوايج موجودين، كان تيطرف واحد غير بحوايجو، غير بحوايجو، راه فلان جاي بقابيجو الصفراء، ديما عنده قابيجه صفراء، ما كانش حوايج بكري، وكان تيدير. وتنحيي بعض الاساتذه تعرفهم انا. انا تعرف واحد الاستاذ تيدير مراجعه التلاميذ وبعض التلاميذ تيدير لهم فابور. تنقول لي علاش؟ تقول لي ما عندهمش. كاين التلميذ تحسب لهم الثمن، تنقول لي ما تقول له با مسكين يلاه تيكافح. ما جاش قال لي الثمن وغلى عليه. وتنحيي بعض الاساتذه اللي تيحسوا بالحاله الاجتماعيه ديال التلاميذ ديالهم، تيعاملوهم معامله طيبه. كان بزاف الاساتذه المعلمين لولاد الناس، تنحييهم. وتنحيي بعض الاساتذه المعلمين اللي داك الشيء اللي تيدير الدروس ديال المراجعه والتقويه في دارو تيديرها التلاميذ في القسم، داك الحزم والعمل والخدمه، وتعطيهم داك الشيء اللي عنده في القسم، تعطي لهم في دروس التقويه كيف كيف عنده، ما تفرقش ما بين هادو تيديروا عندي مراجعه وهادو ما تيديروش، ما تفرقوش، تعرفوهم ناس طيبين، ولكن بغاو يعاونوا رؤوسهم، من حقهم يعاونوا رؤوسهم، والله يعاونهم. تنحيي الهيئه التعليميه، وتنحيي المعلمين، تنحيي الاساتذه، وتنقول مازال خص يكون دروس التقويه مزيانين، المراجعه تكون مزيانه، انا كنت ولدك ضعيف، عطيت شي استاذ او عطيت شي معلم اللي راجع معاه، وزيد راجع معاه، وعطيه واحد الاجر يكون مناسب، وراه محقو ياخذ داك الشيء. والسلام عليكم ورحمه الله.